والآن نتحول في نشرتنا إلى أخبار الاقتصاد. أخبار المال والأعمال في نشرة الثالثة تستعرضها لنا فاطمة خليل. مساء الخير فاطمة. مساء الخير مصطفى، مساء الخير هبة، وأهلا بكم مشاهدينا وجولة اقتصادية جديدة. تسلمت مصر أكثر من 25 ألف رأس ماشية من السودان وتنزانيا وجيبوتي وأوغندا استعدادا لضخها بالمجمعات الاستهلاكية والشوادر والمنافذ الأخرى، وذلك في إطار الاستعدادات الخاصة باستقبال عيد الأضحى المبارك. سيتم ضخ نحو 1500 رأس ماشية على مستوى الجمهورية يوميا من خلال فروع المجمعات الاستهلاكية في الوجه البحري والقبلي، بالإضافة إلى المنافذ الأخرى بسعر 195 جنيها للكيلو. يأتي ذلك في إطار حرص الدولة على توفير السلع الغذائية الأساسية التي تهم شريحة عريضة من المواطنين خلال العيد، خاصة اللحوم بأنواعها بالإضافة إلى الدواجن المجمدة. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تراجع الحكومة عن صرف التعويضات لأهل منطقة توسعات ميناء العريش، وتواصل المركز مع محافظة شمال سيناء التي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة للتراجع عن صرف التعويضات لأهل منطقة توسعات ميناء العريش. وشددت المحافظة على التزام الحكومة بصرف التعويضات اللازمة لكافة أصحاب المنازل والأراضي التي سيتم إزالتها لصالح المشروع، وتشمل التعويضات عدة بدائل، من بينها حصول المواطن على تعويض مادي عادل عن سعر الأرض والمبنى، أو الحصول على وحدات سكنية بديلة توفرها المحافظة، أو قطعة أرض بمنطقة الريسة أو أي منطقة بمدينة العريش. عقد وفد اتحاد مصنعي السيارات في أفريقيا اجتماعهم الدوري في المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد بحضور ممثلي أبرز مصنعي السيارات ومكوناتها على مستوى العالم. وفي هذا السياق قال رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين إن صناعة السيارات والصناعات المغذية لها واحدة من القطاعات الصناعية المستهدف توطينها في خطة المنطقة الاقتصادية 2020-2025. كما أشار جمال الدين إلى الحوافز الاستثمارية الخاصة باستراتيجية صناعة السيارات التي أطلقتها الحكومة في أكتوبر الماضي، وذلك في تزايد حجم الطلب على هذا القطاع خلال السنوات المقبلة في السوق المحلي والأفريقية. سجلت البورصة أداء قويا خلال شهر مايو، وارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX 70 متساوي الأوزان بنسبة 6.52% ليغلق عند مستوى 3250 نقطة. كما قفز مؤشر EGX 100 متساوي الأوزان نموا بنسبة 5.25% ليغلق عند مستوى أكثر من 4875 نقطة. يأتي ذلك فيما صعد 14 سهما بالبورصة بنسبة تجاوزت 25% خلال الشهر الماضي. في أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط بدعم من إقرار الكونغرس الأمريكي اتفاق سقف الدين الذي يجنب الحكومة في أكبر دولة مستهلكة للنفط في العالم التخلف عن سداد ديونها. ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 2.5% إلى 76 دولار و13 سنت للبرميل، وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنحو 2.3% إلى 71 دولار و74 سنت. كما صعدت كذلك أسعار المازوت عالميا بنسبة 2.6% لتصل إلى دولارين و36 سنت للتر. كما ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 65% لتسجل نحو دولارين و17 سنت لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. قالت مصادر في أوبك بلس إن التحالف الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك وحلفاء في مقدمتهم روسيا سيعقد اجتماعات تستمر ليومين، من المحتمل أن تختتم بالاتفاق على تخفيضات جديدة للإنتاج تصل إلى مليون برميل يوميا، ويضخ أوبك بلس نحو 40% من الإنتاج العالمي، ما يعني أن لقراراته تأثيرا كبيرا على أسعار النفط. وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أن يرتفع الطلب العالمي على النفط بشكل أكبر في النصف الثاني من عام 2023، ما يحتمل أن يعزز أسعار النفط. مشاهدينا، نهاية هذه الجولة الاقتصادية، عودة مرة أخرى لهبة ومصطفى لاستكمال ما تبقى من السادسة.
شكرا لك فاطمة على هذا العرض.